تجمع عدد من الشباب اللبناني من طلبة وناشطين في ساحة الشهداء بعد دعوة وجهها ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي لإعلان موقفهم ضد تدخل حزب الله في الشأن السوري والقتال الذي يقوم به ضد المدنيين في الأقصر. نحن جميعنا طلاب لبنانيين وسوريين طلعنا بهذه المبادرة لاستنكار تدخل حزب الله بالقصير، لأنه مش يعني نحن بغض النظر عن كل المشاكل اللي عم بتصير بلبنان وعن كل الخلافات السياسية، منا مضطرين بعد نتحمل استجرار حرب على أرضنا أو نخوض حرب على أرض الآخرين. المجتمعون شددوا على ضرورة أن يتوقف حزب الله عن المشاركة في المعارك في القصير وأن يولي الاهتمام لقضاياه في لبنان. نحن اليوم موجودين هون لنقول لحزب الله لازم يرجع يوقف أول شيء قتل الأبرياء والشعب السوري بالقصير. نحن ضد تدخل تفويت الورقة اللبنانية بالملف السوري، وبنفس الوقت عم نطالب أنه نحن كشعب لبناني، شعب حر، شعب هو رمز للحرية، بنرفض أنه يجي حزب لبناني فاشي تابع لنظام ديكتاتوري يجي يفوت على قلب سوريا ويقتل بالشعب السوري، ونحن اللي كنا نصدر الحرية ما بدنا نصدر الديكتاتورية. هذا ورفع المعتصمون لافتات دعت الحكومة اللبنانية للخروج عن صمتها وعدم مشاركة حزب الله في المعارك التي يقودها النظام السوري ضد شعبه. اليوم حزب الله بالممارسة وبالمشاركة الفعلية والواضحة بمعركته ضد الشعب السوري عم بيورط كل الشعب اللبناني بدون ما ياخذ إذن هذا الشعب يلي قرر من فترة بعد الكثير من الممارسات والكثير من التجارب أنه بالآخر حيدفع الفاتورة لبنان. اللي بندعي له أنه يكون في وقفة واضحة للشعب اللبناني ضد هذه الممارسات، لأنه تداعياتها ما حتختصر على فريق دون آخر. لازم يكون في موقف واضح من كل القوى السياسية وخاصة الموالية واللي عم تدعم واللي عم تغطي سياسات حزب الله على المستوى الوطني. ووجه المعتصمون تحية إلى أهالي القصير الصامدين في وجه من ادعى المقاومة يوما وسط هتافات يا القصير نحن معك للموت والقصير حرة حرة حزب الله طلع برا. علم الثورة السورية رفع وسط ساحة لطالما حملت رمزية الحرية والكرامة التي نادى بها السوريون الأحرار منذ انطلاق ثورتهم. من ساحة الشهداء، حنان معطي، بيروت.